السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم وتتفرج على بيم أربيا. طيب، في مبدأ في التصميم ألا وهو Just keep it simple and stupid. أنت عايز أبسط الحلول لحل المشكلة، ما تقعدش تدور على اختراعات كبيرة جدا. زي ما كنا بنتفرج على أفلام ومسلسلات، فعايز أعرف لك مخترع بقى إن هو راجل قوي جدا، فيوري لك إن هو في 500 حاجة بتيجي ورا بعض لحد ما في الآخر بيبقى في منبه بيشتغل أو في حاجة صحيحة أو حاجة زي كده. بينما الموضوع كله ممكن يتم في خطوه واحده، بس انما هو عامله في 500 خطوه. ده مبادئ اللين. مبادئ اللين بيقول لك ادرس البروسيس وحاول تقللها، لان كل ما قلل كل ما احتمالات الخطا هتقل. يعني على سبيل المثال، لو انا قلت لك عايزين نبرد اللابتوب اللي انا شغال عليه، ممكن يكون مفاعل ذري ويطلع منه الميه تبرد الجهاز وحاجات زي كده. بينما انت لو حطيت كرتونه فده هيسهل الامور. لو انت بصيت على تصميم اللابتوب، هو صعب تحط مروحه مثلا في الجنب، مفيش مكان، هي مساحه صغيره جدا. لو حط تهوية او فتحات بتبقى صغيرة جدا، ولو حطها هنا دي هتبقى صعبة جدا ورا الشاشة، الشغل كله اصلا هنا. فهو بيحطها غالبا تحت اللابتوب، وده بيعمل مشاكل وبيخلي الجهاز كل شوية يقفل وما شغلش ويسخن وحاجات زي كده. فالافضل ان انت ممكن من ضمن الحلول، مش بقول هو ده الحل الوحيد او هو ده الحل اللي مفيش منه، ان انت تحط زي كرتونة او تحط كتاب ترفع اللابتوب بحيث ان هو يبقى فيه تهوية تحتي. لو انا قلت لك انا عايز اقفل الكاميرا بحيث ما حدش يقدر يفتح التجسس، فانت ممكن تلبس الطبل برنامج كذا، والهاكر يروح عمل الحاجه تتخطى البرنامج دوت، فيقدر يصور والفيديو يصور صور الراجل اللي قاعد بدون ما ياخد باله. في حل بسيط جدا ولزق لي رئيس الفيسبوك زوكربيرج، لاحظناه لما نشر الصوره ديت، ان هو حاطط مجرد بس ايه لزقه، يعني هو جايب بس حته ورقه لازقه كده بحيث ان محدش يقدر يفتح الكاميرا عنده. حل بسيط جدا وجذري، ومفيش اي هاكر يقدر يخترق. تمام، دي حلول بسيطه جدا جدا، يعني سهله جدا. وده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان انت بتصمم اي حاجه، سواء مثلا بتصمم فوتوشوب جرافيك، بتصمم مبنى، بتصمم معماري، بتصمم انشائي، ما تقعدش تدور على الحلول اللوزعيه او الحلول اللي بتاخد خطوات كتير. دور على ابسط حل مباشر اللي يكونش فيه تعقيد كتير جدا، وده هيسهل ان انت تطور فيه، سهل ان انت تعمل له صيانه، سهل ان الناس تبقى فاهماه، سهل كل حاجه. تصميم كل مكان سهل ومباشر، كل مكان الموضوع افضل بكتير. يعني لو انت مثلا عايز تعمل تهويه مثلا، وقعدت تمشي يمين وشمال وكده، كل حواليه من دول بيقلل، يعني الهواء هيقل واضطر ان انت تجيب مضخه اكبر وقصص صغيره جدا. فالافضل ان هو يبقى مباشر ويبقى فيه حاجات فرعيه. كل ما كان تصميمك ايا كان مجالك اسهل وابسط، كل ما كان ده افضل، وكل ما كانت دي العبقريه. العبقريه مش ان انت بقى تعمل لي 500 خطوه عشان توصل لحاجه واحده، لا، انت توصل ازاي للحاجه اللي انت عايزها في تصميم بسيط جدا وسهل، وهو ده العبقريه.